ينضم لنا عبر الهاتف من بيروت الدكتور عبد الرحمن البرزي الاختصاصي في الأمراض الجرثومية. دكتور أهلا بك معنا. الدراسة تقول بأن المضادات الحيوية غير ضرورية في بعض الأحيان، إنما المرضى بإمكانهم الراحة فقط وأن يتمثلوا إلى الشفاء. كيف يتم تحديد ضرورة أخذ المضاد الحيوي من عدمه؟ في الحقيقة نحن الآن ونحن على أبواب موسم الشتاء، هناك الكثير من الالتهابات التنفسية، خاصة الالتهابات التنفسية العلوية تسببها الفيروسات والحميات الراشحة، وبالتالي لا حاجة إلى استهلاك المضادات الحيوية. وهذا الموسم بالذات يعتبر أكثر المواسم التي يستخدم فيها الأطباء والمواطنين للأسف المضادات الحيوية دون الحاجة لذلك. إن كثرة استخدام المضادات الحيوية قد أدت إلى وجود جراثيم لديها مناعة قوية ضد هذه الأدوية، وبالتالي فإن الكثير من هذه الأدوية التي كانت تعتبر أدوية قادرة على شفاء الكثير من الأمراض أصبحت لا تفيد، وأن هناك الكثير من الجراثيم أصبح لديها مقاومة كافية ضد معظم المضادات الحيوية المتوفرة لدينا، وهذا ما يؤدي إلى وجود الخطورة على الكثير من الناس، خصوصا في الحالات التي يتعرض لديها المواطن للإصابة بأمراض خطيرة كالتهاب الدم والتهاب السحايا والتهاب الرئة والتهاب الأحشاء الداخلية. طيب هنا دكتور، يعني هناك تخوف عند الناس أصبح من أخذ المضادات الحيوية وربما الاعتماد عليها في العلاج، يعني كيف يمكن أخذ المضاد الحيوي بشكل لا يمثل خطورة على صحة الإنسان؟ هل يجب أن يرتكز على وصفة الطبيب فقط أم ماذا؟ علينا أن ننحى منحيين أساسيين. أولا من خلالكم أتوجه إلى الجمهور وأقول للمواطنين عليهم أن لا يذهبوا إلى الصيدلي ليحصلوا على الدواء أو يحاولوا الحصول على الدواء دون وصفة طبية أو بناء على نصيحة أحد الجيران أو أحد الأهل. الوصفة الطبية يجب أن تكون من قبل طبيب، وهذا الطبيب أيضا من خلالكم نتوجه إلى الأطباء لنقول أن الكثير من الزملاء الأطباء ربما بسبب ضغط المريض أو ضغط أهل المريض أو بسبب ربما نقص في المعرفة يضطرون إلى استخدام المضادات الحيوية دون مبرر، وعلينا على هذا السبب يجب أن نتوجه لتثقيف الأطباء لكي يكون لديهم قدرة على ترشيد استخدام المضادات الحيوية. نتوجه إلى السلطات الصحية في الوطن العربي عموما وفي منطقتنا تحديدا، لنقول لهم أن يجب أن يكون المضادات الحيوية مرفقة بوصفة طبية من قبل طبيب. صحيح. ولا يحق لأي صيدلي متى تؤخذ المضادات الحيوية باختصار دكتور؟ متى تؤخذ المضادات الحيوية؟ متى الحالة تتطلب مضاد حيوي؟ الحالة تتطلب مضاد حيوي إذا كان هنالك سبب مؤكد أن العامل الذي يسبب الحرارة هو جرثومة وليست فيروس. معظم الالتهابات التي تصيبنا في الصيف وفي الشتاء هي التهابات فيروسية، والكثير من الأمراض التي تصيبنا تشفى دون الحاجة إلى استخدام المضادات الحيوية، إلا أنها تستغرق وقت أطول. صحيح. لكي تشفى في المقابل، يعني ممكن بأخذ المضاد الحيوي يمكن أن تشفى بشكل أسرع، أليس كذلك؟ هنالك بعض الالتهابات التي إذا لم تعالج تؤدي إلى الوفاة أو إلى اختلاطات خطيرة. من هنا يجب على الطبيب التمييز بين الالتهابات التي الجرثومية التي تحتاج إلى العلاج الفوري وضرورة العلاج، ويجب التمييز بين الالتهابات التي تسببها الفيروسات التي لا تحتاج إلى العلاج بالمضادات الحيوية. هنا دكتور، في بعض الحالات، في بعض الإصابات الفيروسية أو الإنفلونزا أو الإصابات الموسمية، حتى الدكتور يقوم بوصف المضاد الحيوي للمريض. يعني هنا نتساءل، يعني دكتور بوصفة طبية يصف المضاد الحيوي والإصابة هي فيروسية وليست جرثومة. صحيح. يعني لماذا؟ هناك سببان. السبب الأهم والأساسي هو عدم ثقة الكثير من الزملاء الأطباء بنفسهم، وبالتالي لا يستطيعون التمييز بين الالتهاب الفيروسي والالتهاب الجرثومي. وهنالك سبب آخر هو أقل أهمية ولكنه موجود. هنالك بعض الفيروسات التي تؤهل وتساعد الجراثيم البكتيريا على إصابة الإنسان. هنا يجب على الطبيب التمييز بين التهاب فيروسي
استمر التهابا فيروسيا، وبين التهاب فيروسي أدى إلى اختلاطات بكتيرية. وبالتالي في هذه الحالة، في حال طال الالتهاب الفيروسي وشككنا بأن طبيعة المرض ازدادت وأدت إلى ظهور أعراض جديدة، يمكن عندئذ اعتبار احتمال الإصابة بمرض جرثومي واستخدام المضادات نعم دكتور. الحيوية. شكرا لك، شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن بزري، اختصاصي الأمراض الجرثومية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.